ريدي تو موف سلعه ما هياش بتمثل 100% من السوق، لكن بتمثل نسبة في تقديري الشخصي تقارب 15-20%، وبتنال قبول كبير من مشتري الوحدات وبالأخص بعد التغيرات السعرية. إذا أضفنا إليها فكرة التقسيط أصبحت بتجمع كل المميزات، لأن معناها أن الوحدة جاهزة للتسليم وأيضا فيها أقساط، فبالتالي عوائد الإيجار أو عوائد استخدام الوحدة أصبحت بتتخصم من قيمة الوحدة، فكما تمثل قيمة أوفر أو عرض ترويجي لمشتري الوحدات. في الحقيقة الفكرة جت في البداية إن في السنة اللي فاتت كان في تحديات كتيرة جدا عن شركات التطوير العقاري، ووجدنا إن الطلب الأكتر في جميع شركات التطوير العقاري هي للوحدات الجاهزة على التسليم، بسبب إن في مستثمرين كتيرة جدا ما عندهاش الثقة إن المطور هيكمل أو هيسلم أو، وكله النهاردة بيدور على وعائد ادخاري مضمون وفي نفس الوقت يلاقي عائد على الاستثمار في أسرع وقت. فجت من هنا فكرة معرض RTM اللي هيكون معاده من 4-6 مايو في مركز مصر المعارض الدولية، ويمكن ده تلبية لمطالب المطورين والمستثمرين في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله نتمنى التوفيق. فكرة الـ RTM أو الريدي تو موف أو الوحدات الجاهزة للتسليم هي فكرة جاية من المستهلك مش من المطورين أو من شركة التسويق العقاري. المستهلك دلوقتي بيطلب الوحدات الجاهزة نظراً لأسباب كتير، أهمها أنه مش عايز ياخد خطورة إن يشتري حاجة ويقسطها والمشروع لا يكتمل، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الوحدات الجاهزة بتمثل استثمار أفضل لأن بيقدر إن هو يستلمها على طول ويقدر إن هو يعيد تأجيرها أو بيعها بعد فترة من الزمن. فالحقيقة ده طلب موجود ويمكن ليه علاقة بالتحديات اللي بنشوفها دلوقتي على المسار الاقتصادي.